سوريا الأزبكية تأسس سنة في نهاية الخمسينات على سوريا الأزبكية، حديقة الأزبكية، عشان كده تسمى بسوريا الأزبكية، وهو أساسا موجود في العالم كله في مكانين بس، سوريا الأزبكية في مصر وفي سور في على نهر السين في فرنسا، هما اتنين بس في العالم كله اللي هما سوق المستعمل في الكتاب يعني. بتميز سوريا الأزبكية أصلا كمان كتاريخه أنه عاصر كل الملوك، عاصر الملك فاروق وعاصر جميع الرؤساء من أول محمد نجيب، جمال عبد الناصر، السادات. والسادات على فكرة كتب في مذكراته في كتاب البحث عن الذات عن سوريا الأزبكية، وأنه هو بفضل سوريا الأزبكية تعلم وقرأ، وبفضله هو بسبب سعر الزهيد في الكتب يعني. احنا في ناس هنا بتبقى متخصصة عشان تبقى فاهمة في الكتاب لازم يكون متخصصة، ففي مننا المتخصص في الكتاب المدرسي كتب المستعملة، في ناس متخصصة في الكتب الجامعية، في كتب دينية، كتب أدبية، كتب تاريخية، كتب سياسية، روايات. فاللي بينزل سورة أزبكية بيجد الحاجة اللي هو بيدور عليها إن شاء الله. في ناس من كل أنحاء الجمهورية والدول العربية عموما برضو يعرفوا قيمة سور الأزبكية، وكل الناس تعرف قيمة سور الأزبكية، لأن اللي بيدور على أي كتاب لو بقاله 100 سنة، لو بقاله 500 سنة، بيسأل وبينزل سور الأزبكية يدور عليه وبيلاقي الكتب. ممكن تلاقي كتب عليها إمضاءات كتاب، إمضاءات ناس مشهورة. في ميزة كمان إن هو بتلاقي فيه كتب تراث قديمة يعني مش موجودة برة، بتلاقي كتب مش مطبوعة في مصر ومحدش عارف يلاقيها فبيلاقيها في سوريا الأزبكية. نحن بنتعامل مع فئات مختلفة من الأعمار، يعني احنا عندنا حاجات بتبدأ من جنيه لحد 1000 جنيه وليكن. جميع مثلا طلبة مثلا بتوع جامعة القاهرة، جامعة حلوان، بيطلبوا مثلا كتب التاريخ وكتب الفلسفة. بالنسبة لأداب قسم فلسفة، أداب قسم إنجليزي بيطلبوا برضو، في عندنا تخصص الإنجليش. بالنسبة لأدبيات الإنجليزي وكتب الجرامر الإنجليزي، أي أدبيات لشكسبير، وكتب دار علوم، وجميع الكتب بالنسبة للمجالات يعني، بالنسبة لجامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، وجميع المجالات. سعره ما لا يقارن بأي أسعار برة خالص يعني. لو في كتاب مثلا في التاريخ سي مثلا ب 200-300 جنيه في دار النشر، مش هتلاقيه ب 50-60 جنيه في سوريا الأزبكية. كنا عانينا فترة من الفترات في 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 بداية النت ده، ان كل ما اي حد تقول له كتاب مثلا سيان ب 20 جنيه، لا انا هنزله من على النت، انا اقراه بي دي اف. يا سيدي مش كل حاجة ممكن تتعمل بي دي اف، وما فيش في ايه المتعة. بدأت الشباب دلوقتي يرجعوا تاني ويلمسوا يعني الروح الكتاب نفسه. سوريا الأزبكية جميع المشاهير يعني، احنا انا عن نفسي شفت يحيى الفخراني، شفت عمر طاهر كان عند بيجي عندنا هنا، وفي ناس قديمه قوي كانت هنا من رواد السور يعني. انا سمعت ان نجيب محفوظ كان بيجي هنا على طول، احسان عبد القدوس، يوسف السباعي، الناس دي كلها كانت بتيجي هنا. ومن الرؤساء جه عندنا هنا محمد نجيب، وجي انور السادات زي ما قلت لحضرتك ان هو كاتب في كتابه ان هو كان من رواد سوريا الأزبكية. وبرده من زي ما قلت برده قبل كده ان كان في برده بيجي لنا سفراء وزراء.